السلام عليكم ورحمة الله. بالصين تقنية كل شيء عندنا، يعني الفنادق الحديثة كلها تغيرت، يعني قللوا الموظفين وسووا رجل آلي اللي يجاوب على الموبايل آلي. مثلا قبل شوية طلبت الطعام بالموبايل راح يجيب لي رجل آلي، وقبلها بشوية طلبت مي، فتحت الموبايل التخابر على الاستعلامات اتصلت عليهم، طلع لي واحد يحكي عبالي يعني بشر، طلع رجل آلي قال لي شو تريد، ممكن اساعدك لو تريد تحكي مع بشر؟ قلت له لا اريد مي. قال لي ايش تريد؟ قلت له اريد 2 مي. قال لي خامة راح اجيب لك مي، فجاب لي الرجل الآلي. عرفت شلون؟ تعالوا نشوف، انا هسه منتظر الرجل الآلي يجي ويجيب لي طعام ويدق علي الباب، وما يدق الباب لان ما عنده يدين خطيه، فيدق علي الهاتف يتصل علي اتصال. خلينا ننتظره، بما انه اتصل الهاتف يعني يمكن الرجل الآلي بالباب. اخذكم تشوفوني. هسه يرجع يروح. طبعا المطاعم اللي عندنا هنا حلال بعيده، فانا طلبت الطعام واخليه بالثلاجه ابقى اكل فيه 3 ايام يومين على حسب. كان معكم الرجل الالي الجميل، هذا هو مكتبي، اشتغل هنا واستمتع بهذا المنظر، منظر صراحه اجمل من الجميل. ناخذ الموبايل منه. Sí.